بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب الكرة، ضربة راسية، كرة في الشباك. يلعبها على طرف الملعب، يلعب كرة على الكرة الرأسية، نيمار يلعبها في المساحة، أليكس تيليز، كرة رأسية، الله، يحاول أن يلعب كرة بينية، يرسل كرة، رودريجو، الكرة في المرمى، يا سلام، بتسجيل لهذا. البرازيل لديه النسبة الأكبر في الاستحواذ على الكرة، اليوم تشاهده يلعب بشكل جيد، يترجم استحواذه لتفوق حتى الآن بهدف مقابل لا شيء. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب الكرة، ضربة راسية، كرة في الشباك، الله يا ولد، يدخل الكرة للشباك، لديه مساحة هنا، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، وكرة في اتجاه المرمى، جول، تعادل يأتي سريعا جدا.